أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي متابعي قناة المدى الفضائية، على الحب والمودة أجدد لقائي بكم عبر حلقة جديدة من المدى ستوديوم. كما تعلمون أنه الأسبوع الماضي في الحلقة الثانية تحديدا تحدثنا أنه راح تكون حلقة أسبوعية حول دوري الكرة الممتاز. في كل أسبوع هناك حلقة ستخصص للدوري الممتاز، وبما أنه دوري الكرة سيعاود مجددا يوم غد، فارتئينا أنه تكون قبل بدء يعني عجلة دوران دوري الكرة. لذلك اليوم حلقتنا مخصصة عن الدوري الكروي. قبل أن نبدأ حقيقة أيضا هذا اليوم لجنة الانضباط عدلت العقوبات اللي أصدرتها في وقت سابق الأسبوع الماضي، لذلك أيضا أثناء البرنامج سنتحدث عنها إن شاء الله. بداية رحبوا معي بضيفي حلقة هذا اليوم، وهي الحلقة المخصصة عن الدوري الكروي، وكما أيضا تحدثنا أنه كل أسبوع سيتواجدان معنا إن شاء الله. على يميني الكابتن بسام رؤوف، أهلا وسهلا بك كابتن. على يساري الكابتن رافت سالم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. إذن مشاهدينا الكرام، قبل البدء فاصل ثم نواصل. أحييكم من جديد. بداية الحلقة ستكون مع التقرير اللي أعده الزميل محمد الخفاجي، لذلك تعالوا معي لنشاهد هذا التقرير. بعد توقف دام قرابة الأسبوعين، عجلة الدور الممتاز تعاود دورانها من جديد وسط ترقب كبير من المراقبين للشأن الكروي يشوبه نوع من الضجر. فالجولة الخامسة ستشهد حالة سئم المتابعون من وجودها، وهي تأجيل المباريات التي باتت حالة سلبية يتمنى اللاعبون عدم تكرارها مجددا. أربع مباريات ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بعد تأجيل لقاء الطلبة والزوراء إلى يوم الجمعة المقبل، إذ سيلتقي فريق الكرخ ضيفه النفط في مباراة ستكون عصية على صاحب الأرض الذي يود أن يتشبث بأية نقطة ترفعه من قاع الترتيب. صقور الجبال سيكون ضيفا خفيفا على فريق الكهرباء في ملعب أمانة بغداد، فيما سيضيف فريق نفط الجنوب الوافد الجديد لدور الأضواء فريق السماوة. أما نفط ميسان فسيحل ضيفا على حامل اللقب فريق نفط الوسط متصدر المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية فإن مبارياتها ستقام يوم الخميس القادم دون تأجيلات تذكر. أربعة جولات مضت بوتيرة متصاعدة أشاد بها القاصي والداني، لكن هل سيكون تأجيل مباراة الأنيق والنوارس بابا تفتحه أندية أخرى لتأجيل مبارياتها مستقبلا؟ لبرنامج المدى ستوديوم، محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير. أيضا مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في التفاصيل دعونا نشاهد ترتيب فرق المجموعتين وجداول مباريات المجموعتين أيضا في الجولة الخامسة ونتائج الفرق في الجولة الرابعة حتى تكون مدخل للحديث مع ضيفي الحلقة. لذلك أتمنى من المخرج عرضها أثناء الحوار أو الآن. الآن هذا ترتيب المجموعة الأولى، هذا ترتيب المجموعة الأولى شاهدوا. أيضا إذا أمكن ترتيب المجموعة الثانية، يتصدر المجموعة القوة الجوية المجموعة الثانية هو النفط نفس النقاط، والمجموعة الأولى نفط الوسط. أيضا إذا أمكن جدول المباريات للمجموعة الأولى، هذا جدول المباريات المجموعة الأولى. هناك مباراة مؤجلة فقط هي مباراة الطلبة والزوراء، المباراة الأولى في الجدول. المجموعة الثانية إذا أمكن أيضا، هذه المجموعة الثانية أيضا. آخر جولة، نتائج آخر جولة للمجموعتين، هذه نتائج المجموعة الأولى، هذه نتائج المجموعة الأولى أمامنا أيضا تشاهدوها، ونتائج المجموعة الثانية أيضا نشاهدها. شكرا للزميل المخرج فراس. نعود للحديث بالتفاصيل. كما تعلمون أنه آخر جولة شهدت يعني نتائج متباينة ما بين الفوز والخسارة والتعادل، وهو واقع حال. لذلك سنتخذ من التقرير اللي أعد الزميل محمد الخفاجي مدخلا، يعني توقف رغم أنه قصير لكنه الفرق يمكن أيضا صابها سئم أو ضجر أو شيء من هذا القبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر تحياتي للجمهور الكريم ولكم.
وأكيد يعني بعد هذا التوقف بصراحة دكتور يعني اللاعبين يتمنون أو الأندية تتمنى بأنه يكون دورينا منضبط، وطبعا أوقات عندما يكون يحدد وقت معين يجب أن يكون الوقت ثابت. نعم. وعملية التأجيل هي ما تخدم بصراحة الدوري، ما تصب في مصلحة الأندية، لأن هنالك دائما ما المدرب خاصة المدرب يعني الوحدات التدريبية إذا ما تكلمنا فنيا دائما يركز على وحدات تدريبية من ناحية ليس فقط الفنية وإنما أيضا البدنية، تصعيد حمل، نعم، توازن، علاج بعض اللاعبين، إعطاء فرصة لبعض اللاعبين. أي تأخير في البرنامج راح يأثر في قراءة المدربين، وبالتالي هذا يأثر ربما على مستوى النتائج. لذلك أنا أعتقد بأنه الفترة الماضية كانت فترة لبعض الفرق يعني فترة علاجية. أيضا أردت أتحدث بهذا الموضوع، يمكن هذه فرصة كابتن رافد لبعض الفرق أنه تعيد ترتيب أوراقها سواء المصابين، قراءة فنية، ما إلى غير ذلك. أكيد، لا هو هذا التوقف شيء طبيعي، يعني ما نقدر نعترض عليه لسبب واحد، أنه جاء مع توقف كل دوريات العالم. نعم. يعني جاء مع أيام الفيفا، وبالمناسبة في منتخبات لعبت مباراة ودية. نعم. استغلت الفرصة. نعم. وإحنا شفت مشاكلنا مع المنتخب ونسينا. نعم. حتى. نعم. إن شاء الله. نعم. الحقيقة بالنسبة للدوري العام هي فرصة للفرق اللي تعثرت، أفضل شيء أنه يصير توقف، يصير. نعم. بريك، لما يصير بريك تبدي هنا عملية التصحيح والعلاجات، لأن على المستوى الفني أنت ما راح تكون مضغوط بالوحدات التدريبية المكثفة وضغط المباراة بنفس الوقت. نعم. راح تكون هدوء حتى الكوركشن. التوقف مو طويل بصراحة، يعني التوقف كرة القدم هذا وبداية أول ثلاث دور فريق يعني هذا شوف يعني الآن أول ربع الأول هو قمة العطاء البدني. نعم. أنت محضر هذا التوقف، بعض الفرق أنا استغرب ما استغلته بالوحدات التدريبية المكثفة، لجأت للمباريات الودية وأكثر من مباراة. يمكن يعني إحنا نعرف فنيين يمكن نفس المباراة موجود، فلذلك بعض الفرق يمكن تريد تحافظ على هذا النفس إنه نفس الرتم. أنا إيش أقول، لما فريق يجي من البصرة إلى بغداد أغلبها صارت. نعم. بغداد المباراة. نعم. نعم. يقطع مسافة طويلة، راح يضيع الوقت بالوحدات التدريبية بالوحدات التدريبية للتصحيح. لما أنا وضع يعني على المستوى الفردي عندي لاعب أو على مستوى الجماعي خطوط اللعب عندي مشكلة. نعم. بعملية راح أحتاج وقت أكثر للكوركشن للتصحيح. نعم. أنا ما فقط أركز على أنه إشراك اللاعبين، يعني الآن استقريت 5 مباريات، مباريات قبلها فترة إعداد 4 مباريات، الآن صارت الرؤية واضحة من اللي يخدمني يعني بالدرجة الأولى، الأولويات عند المدرب وضحت. فالحقيقة أنا فقط على هذا الموضوع. أما التوقف المشكلة وين للفرق اللي ماشي بالفوز، ممكن يضر هذا التوقف. نعم. يعني تعرف صار توقف يعني وروح الفوز موجودة، موجودة للاندفاع. ماشي. نعم. فالمفروض التعامل يعني جدا بحذر، وموضوع انه اللاعب يعني مدرب التهيئة النفسية والاستعداد يظل بنفس المستوى للفرق اللي حققت انتصارات. اكو شيء قبل ما نشوف استطلاع الاعلام والصحافة؟ لا، بس بالنسبة للفرق خاصة الفرق اللي لاعبيها ضمن المنتخب الوطني. نعم. طبعا اكيد هم بالنسبه لهم يعني اللي اشتركوا في المباريات وطبعا استفادوا من هاي المباريات فنيا، عودتهم لفرقهم اكيد راح تكون بها فائده عندما يكون لاعبين ايضا اشتركوا بالمنتخب مع المنتخب الوطني. لكن اللاعبين اللي راحوا مع المنتخب الوطني ولم يشتركوا باي مباراه. نعم. انا اعتقد هنا راح يكون ضرر بصراحه حتى على من الناحيه النفسيه وايضا من الناحيه الفنيه على اللاعبين. اذا ايام الفيفا ربما البعض من الانديه تكون لم عليها منها ضرر اكثر ما هي بها فائده. طيب خلونا نشوف يعني أيضا استطلعنا رأي الإعلام والصحافة في إيجابيات وسلبيات الدوري خلال ال4 أدوار الماضية. أيضا مراسلنا استطلع رأي البعض، لذلك تعالوا معي لنشاهد هذا الاستطلاع. أتمنى أن تكتب الملاعب التي هي قيد الإنشاء وأن ترمم وتؤهل الملاعب الأخرى حتى يكون هنالك فسحة مناسبة لرؤية الدوري كروي ربما يعكس الوجه الحقيقي للكرة العراقية. ما يؤسفنا صراحة هو الاعتراضات الكبيرة من قبل المدربين ومن قبل اللاعبين، يعني تشاهد لاعب بحجم لاعب دولي أو حتى يعني يصل إلى إشارة القيادة في بعض المنتخبات يعترض بشكل كبير جدا على الحكم، ويعني بالتالي هذا شيء سلبي. نتمنى من اللاعبين أن يتحلون بالثقافة، لأن الحكم هو أساس من أساسيات نجاح اللعبة في أي بلد ما.
سجلنا حاله انه حاله التاجيل الاولى بمباراه الزوراء والطلبه اللي انتقلت الى يوم الجمعه، وهذا راح يكون مسوغ لباقي الانديه ان يتم تاجيل مباريات الدوري تباعا. الدوري هالموسم انا برايي يختلف عن الموسم الماضي من خلال نوعيه اللاعبين، اغلب اللاعبين والفرق استعدت بشكل امثل وطموحها انه تنافس، لان المنافس اربع فرق فراح تستمر بهاي المنافسة، بس نتمنى أنه ما تستمر التأجيلات. شكرا لجميع الزملاء. شاهدنا أولا مسألة يمكن الملاعب، ثانيا الاعتراضات، ثالثا التأجيل، رابعا نوعية التأجيل والاستعداد الأمثل. أستاذ موفق، دائما أنت بالعالم كله أنت إذا تطور رياضي يجب أن تكون عندك بصراحة ملاعب على مستوى عالي، مواصفات عالمية تستطيع بأن ترتقي مستوى اللعبة. نعم. يعني الناحية المهارية عندما ركز على اللاعب المهاري، اللاعب اللي ممكن يعمل الفارق، إذا ما تكون هنالك ملاعب متوفرة للبراعم والناشئين والشباب، وهاي طبعا هاي عملية إحساس متكامل متدرج إلى سنوات طويلة إلى تنخلق هاي الحالات وتتكامل عندك لاعب. احنا هسه فاقدين بصراحه الملاعب اللي فعلا تستطيع، لذلك انا باعتقادي الشخصي اغلب اللاعبين المنتخبات الوطنيه عندنا يفتقدون الى الاحساس المهاري العالي المستوى. يعني حضرتك لو تروح على اي دوله من الدول المتطوره تشاهد البراعم وحالات المهاريه اللي يمتلكوها، راح تشاهد مستويات عاليه حتى اعلى من اللي سبقوهم يعني كلاعبين. لذلك بدأوا يركزون على الناحية المهارية من خلال توفير الملاعب ومستلزمات النجاح. احنا لحد الآن جاي نشاهد اغلب فرقنا جاي تعتمد على الكرة الطويلة لانه الارضيات غير مساعد، لذلك راح تنخلق حالة من الفوضى، وهاي الفوضى بالاخير انعكست حتى على مستوى منتخبات ايضا الوطنية. مسألة الاعتراضات، ويمكن هذه مسألة الناحية التكتيكية المستوى الفني للفريق نشاهده يمكن تظهر في ملاعب كردستان وملاعب البصرة تحديدا، لكنه الزملاء أيضا أشاروا إلى أنه الفرق استعدت بشكل أمثل، والتأجيل يمكن يفتح باب أو مسوغ لتأجيلات أخرى أيضا. أي لا، الحقيقة يعني موضوع التأجيلات احنا قلنا هذا التأجيل مبرر، لكن للزوراء نعم. تحديدا مشكلة فقط مع الزوراء. عندنا ايضا استطلاع مع يعني الكابتن باسم قاسم راح يبرر، ويمكن تكون انا بالنسبة لي لانه سمعته وشاهدته مقتنع جدا. نعم. بالنسبة للاعتراضات حتى نتوقف عند الاعتراضات، يعني انا شفت حالات في اول دقيقتين الميناء يعترض على 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 الحكم الجوية بطريقة انا يعني استغرب لها، مستفزة. الفريق كله هجم على الحكم على حالة فاول صحيحة 100% بمنطقة مخطرة، يعني مو ضربة جزاء ولا حالة ولا طريد ولا، الفريق كله هجم على الحكم. يعني احنا هنا نتوقف الاعتراض، تعرف اللاعب ينفعل وانت لاعب كابتن وكابتن بسام، يعني كرة قدم بيها انفعالات ممكن ما تسيطر عليه، ممكن الفريق كله يهجم على حالة فعلا مثيرة بالدقائق الأخيرة لعبة، احنا بابا ولا أربع أدوار، يعني معناها اللاعب جاي هو بعقلي قبل المباراة أنه ممكن الحكم يظلمه، نفسيا ما متهيئ أن يركز على الجوانب الفنية. نعم. ولذلك نشوف التداخل، يعني نشوفه بهجمته على الحكم هو مركز 6-7 لاعبين بوجه الحكم على حالة صحيحة، بينما تشوفه يفقد الكرة ويمرر خطأ. نعم. بحالات كثيرة. فنتمنى من اللاعبين، نتمنى حتى من الأجهزة الفنية أنه تركز، أكو تقييم للحكام بعد المباراة، أكو تقييم للجانب الفني، فركزوا على اللعب أفضل من ما يعني تبقى هاي الاعتراض. تتفق أنه الفرق استعدت استعداد أمثل لهذا الدوري؟ أنا أعتقد بأنه ليس كل الفرق. طيب. أنا ربما يعني أكثرية الفرق لكن ليس كل الفرق، بعض الفرق بصراحة ما توفرت عندها الناحية المادية اللي شراء لاعبين، وبالتالي هاي التعاقدات كانت تعاقدات يعني شكلية أكثر ما هي محتوى يعني فني على مستوى عالي. لذلك الشاهد بعض الفرق بصراحة تأثرت من المباريات الأولى بالمستوى الفني، وكانت مباراة أكثرها بدنية أكثر ما هي مهارية وفنية. لذلك الاستعدادات عندما تكون تتفق مع نوعية اللاعبين أعتقد راح تكون استعدادات مثلى، وساعد المدرب على الاختيارات، وأيضا تعطي فرصة بصراحة ليعمل بشكل فني أكثر وربما يفوز في المباراة. لكن إحنا بعض المدربين بصراحة شاهدناهم مجرد وقوفه وصراخه وتوجيهاته
ما كانت يعني هي نقول احنا النوعيه اللي احنا نتمناها كمشاهدين وكمتابعين، وخاصه احنا نتكلم عن دوري بتشويق ومتعه. ذلك اغلب انا شاهدت بعض المباريات بصراحه ما كان بها لا تشويق ولا متعه. نعم، ايضا مثل ما نعرف انه الحكم جزء من نجاح اللعبه، ازمه الحكام تجددت، يوم امس حقيقه عرضنا لقطات بلا رتوش، لكنه اليوم التقينا ببعض الحكام وادلوا بدلوهم، لذلك سنشاهد ما ادلوا به وبعدها نعود للحديث بهذا الامر. لذلك مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنشاهد هذا الاستطلاع. الرئيسي عزل رئيس لجنة الحكام السيد طارق أحمد من رئاسة لجنة الحكام بعد الاتهامات الخطيرة اللي وجهها للحكام، والحكام اللي وجهوا الاتهامات الخطيرة لرئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد كرة القدم واتهامه بالرشوة. إذن أصبحت القضية قضية فساد، إذن أصبح وجوده غير مبرر، ونطلب من اتحاد كرة القدم إجراء التحقيق بهذا الموضوع، لأن أصبحت سمعة الحاكم العراقي سيئة جدا داخل العراق وخارج العراق. فكيف راح تقنع انت الجمهور والدوري راح يبدي، كيف راح تقنع الجمهور بنزاهة الحكم والاتهام موجود بين رئيس اللجنة اللي هو مسؤول عليك والحكام انه موجود اتهامات بيناتهم بالرشوة؟ اذا كيف راح تقنع الجمهور وتقنع المعنيين بنزاهة الحكم العراقي؟ ستقاطعون الدوري بالجولة القادمة؟ هو احنا مقاطعين الدوري، هو اساسا احنا مقاطعين الدوري، وهاي الجولة نهائيا ماكو يعني ما عندنا اي حكم راح يحكم. اليوم اكيد نرجع للمربع الاول. شوف طارق احمد، يعني أنا مثل ما قلت لك حكيت باستوديو الملاعب، أنا مسؤول عن كلامي وعن كل كلمة كلتها بالبرنامج، أنا مسؤول عليها أمام رب العالمين وأنا أتحاسب عليها. ومثل ما قلت بعدد حروف القرآن أحلف إنه الكلام مالي كله صحيح. اللي جرى إنه صار اتفاق بين اتحاد القدم وبين الحكام المعترضين بأنه يبقى رئيس لجنة الحكام طارق أحمد، وأعضاء لجنة الحكام كلها تتغير وجيب 5 من بغداد معروفة أسماهم، علاء وكاظم وسمير وصباح وعلي زيدان، وأربعة من المحافظات اللي هم يختارها اتحاد القدم، وإحنا ما لنا دخل بها. فصار هذا الاتفاق، وعلى أنه هذا الاتفاق يسر المفعول، لكن اللي جرى لذلك الحكام قبلوا أن يحكموا بالدوري، لذلك حكموا الحكام بالدوري، أنا ما حكمت لأن كنت مسافر. فاللي جرى أنه لم يطبق هذا الاتفاق. قلنا الحكم جزء من نجاح اللعبة، الآن اللي شاهدناه واستمعنا إلى حقيقة شيء خطير، يعني الحكام يهددون بالمقاطعة، يوم غد يقول لك أنه ما راح نمارس مهنتنا اللي هي مهنة التحكيم، وإحنا قلنا بدون حكام ما تقام أي مباراة. فأني ما أعرف الاتحاد شو راح يتصرف، أخذ رأي كابتن رافد وبعدين أرجع على كابتن بسام. والله الحقيقة هي صدمة، يعني إحنا كنا نسمع الحقيقة، هو الوسط الرياضي يعرف أكو في خلل بعملية اللجان. نعم. كل لجان الاتحاد ومن ضمنها لجنة الحكام، لكن لجنة الحكام هي لجنة حساسة جدا لما نتكلم عن مباريات دوري، فرق جماهيرية، لما يطلع يعني حكم دولي أو يعني يتكلم بهاي الطريقة موضوع. نعم. يعني قطعة الذهب إلى رئيس ويمرون عليها مرور الكرام بدون توقف، أنا ما يعني ما أعتقد أكو دوري بالعالم يمر يعني يتنظم بهالطريقة، لأن هو ما حسين تركي لما يخرج على الإعلام ويتكلم هو ما ينطي رأي، يا أما كلامه حقيقي أو كلامه غير حقيقي. حتى يفهم الجمهور الأخ حسين تركي ظهر في برنامج استوديو الملاعب، تحياتنا لزملائنا الأعزاء في برنامج استوديو الملاعب، وتحدث بهذا الأمر. أي والآن يقول أنا أحلف بكل حرف بالقرآن، يعني ردتها. نعم. هو أنه كل كلام كل كلمة قلتها هي حقيقة. نعم. لما الحكم يصر على هذا الموضوع. نعم. طبعا هو بالتأكيد يعني في ناس يقول لك أيضا هو أخطأ، ليش يدفع يعني تعتبر رشوة. نعم. لكن الطريقة اللي تناول بها الموضوع أنه عملية ابتزاز يريد حقه أنه يريد يعمل، ولذلك هي مكافأة لقاء أنه رئيس لجنة الحكام يكلفه بمهمة الدور عليه فائدة كحكم، ممكن تطويره، ممكن. نعم. شيء مادي، سفر. الموضوع هنا أصبح جدا حساس، لأن الحكام أيضا قسموا فريقين، لأن في تشبث، لأن الموضوع طول ما في حل إليه، لكن جوهر القضية هل حكامنا نزيهين أم لا؟ لا يعني جوهر القضية صعب هذا يعني الكلام هذا صعب يعني أبو بيض مور راح يدخلنا بشكوك، يعني أنت أي الحكم يخطأ
ممكن بكره بمباراه يعني جماهيريه ومراقب خط تسلل واضح واغفل يعني اغفله سهه خطا ارتكب خطا بشر وبشر. ما راح تتفسر بهالطريقه بعد هذا المشاكل راح تتفسر بغير طريقه. اذا يعني استطيع ان اقول انه بهذا الامر ممكن نصل الى منزلق خطير. طبعا استاذ موفق احنا نتكلم انا اعتقد يعني امثلها بهالطريقه هاي احنا عندما يكون قضاء يعني على مستوى دوله يكون فاسد على سبيل المثال نعم فالتحكيم هو قضاء بصراحة وقضاء بحيث يعطي لكل ذي حق حقه نعم قضاة الملاعب صح لذلك نعم. أنت تتكلم عن منظومة كبيرة وهاي متعرضة إلى يعني جسد النخر نعم. لذلك عليك أن تجد معالجات لا ما تكون ترقيعية الترقيع يعني بس مجرد آني اللي حصل بالاتفاق كان مجرد اتفاق ترقيعي وما طبق من عنده شيء وجود شخصيات مرموقة ضمن لجنة التحكيم الحكام طبعا هذول ما كان لهم أي دور بعد حتى ما اتفقوا بالتالي حصلت مشكلة كبيرة بعملية فساد وكان اتهام بصراحة على مستوى عالي هنا راح تكون هنا فعلا فقدان ثقة بالنسبة للجمهور بالحكام وأيضا عندما تكون هناك جنحة نعتبرها جنحة كبيرة وهذه الجنحة يعاقب عليها القانون ما ممكن كل جنحة كل إنسان يتكلم وبالأخير تهمل القضية وصير تسوية وصير استرضاء أشخاص وأنا أعطيك وأنت تعطيني تضيع الحقيقة لذلك أنا على وزير الشباب والرياضة أوجه له دعوة نعم. عليه أن يتدخل شخصيا لأن هاي إساءة مو بس للجنة الحكام وإنما نعم. إساءة لجمهورنا الكريم هذه جزء من اللقطات اللي هي عرضناها بدور رتوش يوم أمس نعم يعني نعم عليه أن يتدخل بقوة لانه المقصر يعني المقصر عليك ان بصراحه ان تحاسبه يعني سواء كان اللي اتهم طارق احمد او العكس هو الصحيح علينا بانه كل شخص بصراحه ينال من رياضتنا بهالطريقه هاي ويصير عنده تقصير واساءه وفساد علينا نحاسبه ونبعده عن الرياضه لان الرياضه احنا حتى تكون درس للاخرين درس للاخرين حساس بصراحة. مثلها مثل باقي طيب. العقوبات اللي انا جاي اشهدها وجاي اتابعها كل يوم نقطه اريد اضيف جدا مهمه بالنسبه لتركيبه الاتحاد والتعامل مع اللجان قضيتين اكو يختلف بها هو على العالم لان اكو تكنيكال اوف كوتشنج تكنيكال دايركتور اوف كوتشنج كل اتحاد بكل مؤسسه رياضيه يعنى بالتطوير هذا ما عندنا هذا المنصب بالنسبه للتحكيم نفس الشيء يعني يا اما كوردينيتور منسق حكام ويا اما تكنيكال دايركتور من المفاصل الاداريه نفتقدها أي. طبعا كثير من المفاصل الاداريه نفتقدها هاي الوظيفه هو ما ممكن يقوم بها عضو اتحاد صح يجب ان يكون شخص ياخذ اجور محترم يطور ويعمل لذلك تشوف هاي كلها كانت انتهت هاي القضية كلها انتهت لأن عضو اتحاد معناها راح يتعامل مع أعضاء اتحاد عندهم أندية صح أنا اتصل بي تليفون يا أخي يا طارق أحمد أريد الحكم الفلاني نعم هسا الحكم الفلاني نزيه أو مو نزيه المهم أني حتى نفسيا ما أريد ندخلها بقضايا نعم ما أريد أبد نشكك بأي ذمة أي شخص أو أي حكم كلهم نزيهين ولكن اتصل بي بالتأكيد راح تكون علاقتي تختلف يوميا أنا معاه بالعمل إحنا نريد شخص محترف يقوم بهذا الدور على مستوى التطوير وعلى مستوى التنظيم هو هذا واجبه ولذلك تشوف هاي الوظيفة لقاء أجر يعني شخص محترف يتحمل إذا أخطأ راح يترك عمله لذلك راح يتحاسب أما أنه عضو اتحاد ترك لجنة الحكام أو لجنة المدرب أو أي لجنة أخرى راح يرجع عضو اتحاد والقضية يعني بالتأكيد. ما أثرت عليه بالتأكيد أيضا من الأمور الأخرى اللي حقيقة صارت مثار جدل في الشارع الرياضي مسألة تأجيل مباراة الزوراء والشرطة الزوراء قدم طلب لاتحاد الكرة لتأجيل مباراته كون يعني كثير من اللاعبين خدموا المنتخب الفترة الماضية الآن ثلاثة من اللاعبين المحترفين مع منتخب سوريا منتخباتهم أيضا مباريات تصفيات كأس العالم أو التصفيات المزدوجة لذلك احنا حبينا أيضا ناخذ رأي مدرب الفريق اللي اني يعني اني سمعته وشاهدته لكنه راح احرضه عليكم واعرضه على المشاهدين لبيان مدى يعني القناعه اللي راح نتوصل لها. اذا مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنشاهد ما صرح به الكابتن باسم قاسم مدرب كره الزوراء. ضد التاجيل يعني هاي مساله يعني احنا دائما ما نتكلم بها لكن اكو حقيقه يعني اذا ما كانت هناك مبررات
مبررات حقيقة، والمبررات ليست هي فقط للمصلحة الشخصية وإنما للمصلحة العامة كذلك. أنا نعم أتكلم كمدرب الزوراء مصلحة الشخصية الآن، أنا ما هي مبررات للمصلحة العامة، مبرراتي أنه أعطيني أي فريق بفرق الدوري اللي مشترك الآن تأثر بالمنتخب الوطني أكثر من فريق الزوراء. إحنا من نأدي خدمة بهذا المستوى المنتخب الوطني، نعم، وأنا مع احترام وتقدير لكافة الأندية قدمت خدمة، لكن إذا ما عملنا نسبة وتناسب تجد أنه الخدمة اللي قدمها نادي الزوراء للمنتخبات الوطنية أكبر بكبير من كل الأندية. والدليل لدينا 4 لاعبين مع المنتخب الوطني، لدينا 3 لاعبين مع منتخب الشباب، ولدينا لاعبين مع المنتخب الأولمبي، ونستثني ولاعبي المنتخب السوري، وربما يعني يعاب علي اذا ذكرت اللي هو بالعكس انه المنتخب السوري هم ابنائنا واشقائنا ولاعبينا ونساند منتخباتهم الوطنيه. لكن حتى اذا ما استثنينا تجد انت نادي الزوراء بحدود 11 لاعب او 12 لاعب اضافه للاعبين السوريين، اذا انا خلال 14 يوم لا امتلك سوى 7 لاعبين. رايك؟ طبعا الفترة السابقة كانت الأمور بصراحة ما تدار بهالطريقة هاي، يعني الأندية تستمر والدوري يستمر واللاعبين يشاركون مع منتخباتهم، لكن يمكن هاي ظاهرة يمكن أول مرة تصير بأنه نادي 3 لاعبين يعني سوريين يشتركون مع منتخبهم، لذلك هو يشعر بأنه البناء الفني بالنسبة لك فريق ربما يتعرض إلى هزة أثناء المباريات القادمة إلى خسارة، لذلك هو من حقه يتخوف بعض الأحيان من الخسارة لأنه باعتبار لا هو يقول 7 لاعبين خلال الفترة السابقة، يعني هذه فترة التحاق اللاعبين بتدريبات المنتخب الأولمبي، ذهاب بعض اللاعبين مع منتخب الشباب والبعض الآخر مع المنتخب، يعني يقول كنت تدرب ب7 لاعبين وايضا لاضافه للاعبي المنتخب السوري. يعني هو التوقف ايش قد راح يصير دكتور؟ هو صار اسبوعين تقريبا. هو التوقف اسبوعين؟ لا هو المباراه اجلت كم يوم؟ تاجلت كلها يومين. يومين يومين، يعني هذا التاخير اليومين انا اعتقد مو يعني اليوم لعب المنتخب السوري ضد افغانستان. أي بالضبط، يعني حتى يعني ممكن بكره يكونوا موجودين. بالضبط. اي فازوا يعني بكره يكونوا موجودين. راح يرتاحون يوم همين وبعدين راح يكونون بالمباراه القادمه، يعني شكهم. أنا أعتقد توقف يومين لظرف يعني طارئ ومهم بالنسبة لنادي الزوراء ما أعتقد به مشكلة، لكن على يعني هاي ربما مستقبلا احنا نبني على المستقبل، ربما هاي الحالة هل تكرر مرة ثانية هاي الحالة والتوقف راح يصير بهاي الطريقة، علينا أن يعني نستقبل الدرس هذا نقول احنا بالصيغة مثل ما هو. واحنا قلنا يمكن تفتح باب لأندية أخرى ممكن أنه تطلب تأجيل. كل لاعبين سوريين آخرين بغير أندية أكيد، لكن يمكن لاعب أو لاعبين. نعم. هو طرح من وجهة نظر فنية كابتن باسم قاسم أنا أيده معه. تمام. يعني هو الحقيقة الزوراء تأثر بالموضوع كثير، يعني كمدرب كوحدات تدريبية، ويعني اللاعبين كلهم أساسيين سواء اللاعبين بالمنتخب مهند وعلاء عبد الزهرة، وما لعبوا بالمناسبة أكيد أساسيين أكيد يعني لعبوا تشوف آخر مباراة يمكن ثلث ساعة وربع ساعة قال يمكن كابتن بسام قال فقط اللاعبين راح يتأثر لكن اللاعبين عدي جفال وزهر ميداني مدافع يعني الآخر المدافع السوري حسين جويد وصار له يمكن أكثر من موسمين مع الزوراء. نعم. الحقيقة يتأثر الفريق بهم، لكن هو أبدا ما يطابق كلامه مع لائحة دولية، هو خالف يعني من أجل موضوع وطني يعني هو يتصور. نعم. أنه هو كإدارة الزوراء أعتقد مو باسم قاسم أنه دعمت المنتخب الوطني أنه أعطته، لكن المنتخب الوطني أولا المنتخب الوطني ما حقق نتائج جيدة. نعم. حتى نتوقف عند هاي النقطة، إحنا لما يكون عندنا تنظيم وتعاون وتنسيق بين الدوري، هو هذا مسؤول عنه الاتحاد، هو يدير الدوري هو يدير المنتخب، لما ما نمشي مثل العالم. هسه قلت لك أنا بالبداية إحنا مو بقينا عليه يا علوان، مفروض. نعم. نعمل مباراة ودية أخرى بالتوقف، خلنا نظل متوقف بعد أسبوع، إحنا مع العالم. نعم. منشذ عن التنظيم، أكو سيستم الفيفا عملته، هذا مرتبط بكل دول العالم. لما باسم قاسم يريد يعطي لاعبي، نعم، الآن مشكلته يتحملها ليجي يتحجج، لأن هو الآن يخالف يريد الأنظمة. نعم. الأنظمة المحلية، أنت ليش تخلي الاتحاد يجبرك على مخالفة لوائح دولية لازم الاتحاد يلتزم بها؟ أنا مو مدرب محترف. نعم. مو نادي الزوراء، نادي مؤسسة. نعم. مثل الزوراء الأهلي المصري، هو الزوراء الأهلي المصري، الهلال السعودي هو الزوراء الهلال السعودي. نعم. لا يطلع لي شخص فني يعمل بالزوراء هاي المؤسسة ويخالف اللوائح الدولية ويريد لوائح حقه فنيا. والمشكلة الشيء الجيد. نعم. إنه المفروض اللي يصير إيجابي
انه تاجيل مباراه الزوراء ما تاثر على الادوار القادمه. ليجي يجي يلعب الطلبه ويقول والله انا ما راح العب الثنين ترى عندنا او الثلاثه أو وراح تجر وتنسحب. ممكن هاي ما نريد كلام منطقي. نعم يعني نعم. نتمنى باسم قاسم الى حق، فلاح حسن الى حق، اي شخص الى حق، لكن يا اخي لا تضرب اللوائح الدوليه. من تجبر الاتحاد على هالحاله راح يصير عندنا نظام. لما الانديه ضعيفه مستهانه مستباحه كيف ما اتفق تعمل تغير قراراتها بسرعه، معناها اداره مو محترفه، معناها مدرب مو محترف، معناها يقبل بالخطا. نعم. يقبل بالخطا ويريد يصلحه بخطا، وهاي المشكله فقط. نعم، واحده ايضا من المشاكل الاخرى اللي متعلقه بالدوري حقيقه وهي يعني مضحكه مبكيه بصراحه، ملعب كربلاء كلنا نعرف يمكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صور لطائرة مستخدمي كمهبط للطائرات، لكنه اليوم مدرب كرة أمانة بغداد أحمد خرب صرح للبرنامج بصراحة، يعني فتشي أنا ما اقتطعت من عنده شيء لأنه ضروري الناس تسمع حقيقة وتشاهد. أيضا راح نسمع ونشاهد وراح نعلق على هذا الأمر ونشوف يعني وين راح نوصل وياه. إذن مشاهدينا الكرام، فقرة إلى من يهمه الأمر مع مدرب كرة أمانة بغداد أحمد خلف. ملعب كربلاء أولا كأرضية ملعب هو غير صالح لكرة القدم، لأنه أعتقد هو بالفترة الأخيرة كان مهبط للطائرات حسب ما نشوف بمواقع التواصل الاجتماعي. الشيء الملفت الآخر أنه لجنة التفتيش اللي بعثت من قبل الاتحاد العراقي اللي كشفت على الملعب ومدى جاهزيته، ألم تلاحظ أهداف المرميين بالنسبة للملعب؟ ملعب مرمى يختلف عن مرمى آخر بارتفاع واضح جدا، ويعني يصل إلى تقريبا 30 سنتيم أو أكثر، فهذا أعتقد يعني مو ضمن قانونية الملعب. هدف أعلى من هدف بثلاثين سنتيم، هذه لأول مرة أشاهدها بملاعبنا صراحة، وهذا المسبب به والمخطئ هو اللجنة اللي كشفت على الملعب. يعني أكيد لازم لحظة هذا الموضوع. حس إحنا رضينا إنه الملعب ما بي منازع قانونية، ما بي مكان للمحاضرة، يعني الجلوس البدلاء والمدربين بالملعب هي لا تمت إلى المصاطب بشيء، كل هذه قبلنا بها، ولكن أنه تكون هدف أعلى من هدف، هذا أكيد موضوع أول مرة يحدث بالملاعب العراقية. أرجو أنه المسؤولين على هذا الموضوع يراجعونه ويطلعون لجنة كشف وتقيس الأهداف. أعتقد كل الفرق راح تروح هناك. من صراحة أنا الشيء من سألت مشرف المباراة الرجل الباحثين الاتحاد مشرف المباراة يقول يعني بالحرف الواحد جاوبني، قال لي شكوا بيه انتوا تلعبون بي شوط وذاك الفريق يلعب بي شوط، شر البلية ما يضحك. شكرا كابتن أحمد. أنا كنت أتمنى حقيقة مراسل البرنامج يسأل منو مشرف المباراة، يعني خلينا نشوف منو مشرف المباراة اللي جاوبه الجواب هذا، الجواب بليغ جدا، يعني عجبنا لذلك يعني أثار استغرابنا ما أعرف. فحتى الكنترول كله ده يضحك. عموما يعني ملعب يقول تقريبا 30 سنتيم تقريبا ما بين ملعب ما بين هدف وهدف، يقول له مو مشكلة يعني شوط لكم وشوط للفريق الثاني. والله هاي يعني هاي من ضمن الامور الظاهره عندنا بالدوري، الاثاره والتشويق، هذا نوع من التشويق يعني هذا نوع اخر. نوع اخر من التشويق. احنا بصراحه يعني مو بس فقط ملعب كربلاء نتكلم عنه، وانما هنالك ملعب النجف وهنالك ملاعب اخرى بصراحه تفتقد المواصفات اللي يعني ما اريد اقول يعني حتى المحليه مو الدوليه والعالميه. يعني احنا نحاول فعلا دائما نقول بأنه نملك عندنا بنية تحتية وعندنا ناس تشتغل وعندنا حكومة وفرت وعندنا، دائما نتكلم ونحاول نكون إيجابيين أكثر ما نكون، لكن الواقع شيء آخر دكتور. إحنا جايين نعاني، كرتنا جايين تعاني، لاعبين جاي يعانون، إدارات أيضا بصراحة يعني متفشي بها الفساد بشكل كبير. البعض احنا دائما يقولون انت تتهمنا بانه البعض، يعني ربما البعض منهم جيد، لكن الاغلبيه نتكلم احنا اصبح الظاهره بانهم يعطون عقود خياليه للاعبين لكن ما يصلح المنزع. هاي ايضا عندنا فقره اخرى، يعني ما يصلح المنزع وما ما يعالج الهدف، وما عندهم ناس بصراحه مختصين بصيانه الملاعب
لذلك أنا أعتقد بأنه أغلب المختصين والرياضيين على مستوى عالي تم إبعادهم أو إقصائهم أو لغاية في نفس يعقوب، والجميع يمكن يعرفها. من يتحمل، لجنة تقييم الملاعب أم إدارة النادي نفسه؟ لا الحقيقة إدارة النادي ترتكب أخطاء. نعم. ممكن ترتكب أخطاء، ممكن زغر الملعب، ممكن تلعب ضد فريق أقوى منها. نعم. وكانت هاي تحدث موجودة في الثمانينات والتسعينات، تزغروا مسافة كلش يعني قبل العرض والطول تتحكم بالملعب. أنا أريد أتوقف عند مشرف المباراة، مشرفين المباراة. نعم. الجزء أساسي من خراب الدوري هم، مو فقط بالملعب يعني. هسه هو قال كارثة هاي بالنسبة. إيه؟ الجواب على الأقل. نعم. المفروض على الأقل يقول أنا ما أعرف، تفاجأت، إيش أسوي، شو وقف المباراة، شنو يعني الحلول، ممكن من حقه وقف المباراة حتى حكم الساحة. لكن خلنا نتكلم فقط على مشرف المباراة. يعني مشرف مباراة شنو دوره؟ صديقه زميله بالإدارة. نعم. ما له علاقة لا مدير فريق. أنا لو إلي أنا القرار، حتى مدير فريق بالأندية العراقية ما أدخل، فقط الكادر التدريبي والقائمة اللي تنطيه حتى ننضبط، لأنه هو يسوي المشاكل. احيانا بعض مدراء الفرق يعملون مشاكل. انا لا، هو يدخل مدير فريق، ولكن هذا موضوع يستحق نتوقف عنه. عندنا يعني يتدخل وتشوفه هو مدني ودخل بالملعب. القضيه وين؟ المشرفين للمباريات هي مو قضيه ترضيه يا اخوان يا اتحاد، يعني احنا اخوانكم، احنا نريد تظهرون، تبون تريدون الاعلام يدعمكم، احنا نريد تظهرون باحسن صوره. كيف تظهر باحسن صوره وتبعث مشرف مباراه لكونه زميل قديم ما يقدر يتصرف بلحظة خطر، ما يقدر يتخذ قرار، ما يقدر، حتى لا يعي ما هي مهمة مشرف المباراة؟ بالضبط. أنا أجي أدخل، إحنا مشاهديها، إحنا مشاهديها ولامسيها، أجي أدخل رأساً على المصطبة، أنا ما لي علاقة حتى من بدأ، أنت ما لك علاقة بالأمور التحكيمية، أنت مشرف مباراة على المصطبة أجي. أي شخص ما موجود بالكشف تفضل راح يحترمك ويطلع برا. ثاني مرة الإدارة تحترمك والناس تحترم الاتحاد، أما هذا صديقي وهذا بالإدارة مال النادي. بعضهم والملعب يعمل هذا الشيء بصراحة، بعض المشرفين يعمل هذا الشيء ولا يقبل، ولا يقبل. يمكن لو يجي صديقه ويأثر عليه يمكن هو ما يقبل. أنا أعطيك، أجزم لك أغلب مشرفي المباراة، أغلب أسمر يد نقول 100%، أغلب 90% يحابون بهاي النقطة، وبعدين لما تحدث مشكلة ما يسيطرون عليها، ينسون أنهم جزء منها. نعم. لما تسأل يقول لك أنا ما سيطرت على الوضع، لأن هذا أنت أهم شيء ساحة اللعب، ما لك علاقة خارج الملعب، شو يحدث خلي يحدث، لو تحدث مصيبة أكو أمن ملاعب، مو شغلك هذا. الساحة اللعب أنت، هاي المصطبة أنا شفت حالات كثيرة، يعني 4 أدوار يمكن أكثر من حالة شوف مدنيين وشوف مدراء فرق هم يعملوا المشاكل حتى مو المدرب، وهاي ظاهرة جديدة. شوفه يدخل مدني هو داخل يتعرف. صحيح. شنو علاقتك بالموضوع؟ تفضلوا اقعدوا يعني. طيب هذا ايضا بعد الادوار الاربعه ايضا شهدنا استقاله المدير الاداري لكره زاخو الكابتن علي وهيب، لذلك ايضا احنا حبينا نستفهم من المدير الاداري حول اسباب الاستقاله. لذلك مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنشاهد ما ادلى بالكابتن علي وهيب لمراسل البرنامج. الفترة السابقة اللي عملتها مع الأخوة في إدارة نادي زاخو كانت فترة جيدة من خلال عملي بكل مصداقية، بجلب اللاعبين، بتحضيرات للفريق، معسكر تدريبي، لكن هنالك بعض الأمور لا تخفى على شعر الرياض من خلال تواجد لربما الكادر التدريبي الروماني الذي بوجهة نظري لا يستحق أن يدرب في العراق ولا يستحق أن يدرب أضعف فرق الدوري العراقي من خلال إمكانيته الفقيرة الفنية. لذلك أنا هذه وجهة نظري طرحتها للإدارة. الإدارة لم تأخذ بهذه هذا الأمر بوجهات نظرنا، ولكن هذا أمر حزب نفسي، وأنا بالنسبة لي تطمح لي قيادة الفريق؟ لا بالتأكيد، أنا لأن عملي إداري بحت، أنا مدير فريق ولست مدربا في الفترة الحالية، أنا مدرب في الفترة السابقة، لكن عندما تم استدعاء من قبل إدارة نادي زاخو والاتفاق على إدارة شؤون الفريق كمدير إداري للفريق حتى تكون الفكرة واصلة، أن أغلب الناس يقول لك أنه الكابتن علي وهيب لربما افتعل هذه الأمور من أجل الوصول إلى منصة التدريب. أنا لو أردت أن أدرب هناك العديد من الأندية باستطاعة أن أدربها. عندما يأتي تصريح من يعني لاعب دولي سابق مثل علي وهيب ودرب فرق وعمل لعب لفترة طويلة أكيد ليس اعتباطا، لذلك يعني يمكن عندما كنا نستمع كابتن بسام قال هذا تصريح خطير.
اي نعم طبعا اكيد يعني عندما يكون فعلا يعني تصريح من علي وهيب اللي احنا نعتبره بالنسبه لنا اخ وزميل يعني ودائما هو معانا بالتحليل وايضا متابع جيد لكل صغيره وكبيره احنا بصراحه باركنا له عمله مع نادي زاخو على اعتبار بانه اداره نادي زاخو اداره جيده وطبعا يمكن من افضل الادارات خاصه في من ناحيه الدعم المالي يمكن حسب معلوماتي 50% من عقود اللاعبين حاليا طوها يمكن ماكو نادي استحاله ان طوى 50% صح. وهذا شيء ايجابي معناته وفروا اللي ما قدرت الانديه الاخرى توفر للاعبين ثاني شيء عمليه انتقاء المدرب حصلت عن والتعاقد عن طريق مدير النادي يعني ذهب الى رومانيا وتعاقد مع المدرب اكيد قرأوا سيفيته وسيفيه وتاريخه هذا المدرب والجهاز الفني لذلك تم التعاقد وياه والتعامل وياه اما بانه الكابتن يصرح بانه فقير فنيا هذا المدرب هنا بصراحه يعني علامات استفهام هنا هل هو فقير يعني من ناحيه يعني من ناحيه تعامله مع ممكن ما يعرف اللاعب العراقي اللاعب العراقي نفسيه اللاعب العراقي هاي يمكن مشكله حتى ويا المدربين الاجانب هي اذا تسمح لي بس اكمل هاي النقطه مهمه طبعا نقطتك جدا مهمه هو الجهاز الفني كله روماني يعني كان محتاج الى مدرب اقل تقدير مساعد يستطيع ان يكون احنا حلقة وصل بين الاثنين من ناحيه التفكير ومن ناحيه توصيل المعلومه وفني داخل الملعب يعني يساعد المدرب في سبيل توصيل المعلومه بصوره دقيقه احنا حصلت مع زيكو مشاكل وبعض اللاعبين اشتكوا وقالوا احنا المترجم ما جاي يوصلنا الكلام بصوره دقيقه وحصلت مع اخرين ايضا هاي المشكله انا اعتقد بانه عندهم مباراتين هسه حاليا نادي زاخو عندهم مع الصناعه وعندهم مع نادي كربلاء وهاي راح تكون ربما فرصه اخيره للجهاز الفني اذا ما حقق النتائج المرجوه هو حقق بالمباراه الاخيره فوز غير فوز متوقع غير متوقع احسنت يعني هو هم يدعون بانه راح يكون هنالك استقرار من الناحيه الفنيه ونتائج راح تكون ايجابيه هاي فرصه بانه النادي يستعيد وضعه الطبيعي وهنا احنا نقدر عن طريقنا احنا وطريق متابعتنا المباريات راح نستطيع ان نقيم بانه كلام الكابتن علي وهيب دقيق 100% او لا. طيب انا قبل ان اخذ الكارت الاحمر لانه الكارت الاحمر بيفت شيء انت حقيقه تشجع عليه شوي بس تتكلم عنه قضيه علي يعني كابتن علي وهيب يعني هو هل هو مستشار فني ام هل هو مدير فريق مدير قال مدير فريق مدير اداري مدير اداري هنا الموضوع اللي شويه يصير لابس به لما انا مدير اداري الـ 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 انا يعني مو من جزء من عملي انه اختار اللاعبين او اقيم عمل لكن هو لكن كان عامل مساعد تعاقد مع اغلب اللاعبين بالضبط زاخو اعتمدوا على كابتن علي وهيب ترى للموضوع نعم يعني هو مدير فريق والفني. اي والفني انا اعتبره راح يعني انتقل من بغداد الى زاخو وعنده تجربه بالشمال أكيد. حتى يمكن في برومان عنده تجربه قليله لعب لعب الحقيقه يعني هو كمستشار فني فرأيه انا اشوفه شويه متاخر نعم اذا اخذه بهالاتجاه شويه متاخر ليش لان هو كل هاي الفتره تعرف زاخو تعرض يعني احنا الان تقييمنا الفرق الشمال زاخو رقم واحد فنيا على مستوى الانفاق مستوى النجوم الان افضل من اربيل وافضل من توك وسليماني ما موجود بالدوري فرقم واحد اهلا صدمنا بالنتائج وحتى المستوى يعني فلذلك اكو فت قضيه يمكن اداره زاخو تعرفها اكثر ويجب ان نستمع لاداره زاخو ما المفروض يفرقون ان شاء الله ان شاء الله انا ايضا الكارتات مخصصه ايضا للدوري لكنه كارت واحد راح يخصنا احنا تحديدا احنا وجهنا حقيقه للانديه لذلك سنأخذ الكارتات فقرة الكارتات تباعا ثم نعود لنعلق عليها بداية سنأخذ الكارت الأحمر الكارت الأحمر يوجه لإضاعة الوقت وخصوصا من قبل اللاعبين يعني أنا حقيقة شفت حالة يعني غير طبيعية يعني حارس مرمى يطلع كرة ينام فد دقيقة لاعب يبعد له كرة ينام فد دقيقة هذه حالة تقتل جمالية اللعبة احنا نريد نشوف اكبر عدد يعني من المباريات او اكبر عدد من الوقت احنا قلنا الكارت الاصفر احنا راح نوجهه حقيقة الكارت الاصفر يتعلق بالملاعب
الملاعب نعرف انه صار اللاعبين اهم من الملاعب، المشكله هذه مشكله انديتنا، ويمكن نتكلم بها بدايه كابتن بسام، وايضا عندنا راي ايضا مدرب منتخب الشباب عباس عطيه حول هذا الامر. لذلك يعني ملعب كليه التربيه الرياضيه كان ملاذ لبعض الانديه، لذلك تكلمنا مع عميد كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه الدكتور عدي الربيعي، فكان الى هذا الراي. احنا عندنا انديه الطلبه والشرطه، وفي بعض الاحيان كنا نستضيف ايضا خلال المده الماضيه نادي القوى الجويه وايضا نادي الزوراء، ايضا في الفتره اللي تكون عندهم بعض الاشكاليات في منطقتهم، فهذه الانديه يعني تتدرب على ملاعب الكليه. اما الكارت الاصفر فكان من نصيب مدرب حراس مرمى كره امانه، كارت الابيض عفوا كره امانه بغداد نوري عبد الزيد. لذلك مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنشاهد. كارت ابيض لنادي نجف وجماهير نجف اللي ظهر بحله جديده صراحه بعد ان مواسم بائس لهذا الفريق، تاريخي فريق جماهيري. هذا الموسم صراحة فاجأ الجميع وظهر فريق منظم، عمل إداري منظم، الجماهير متعطشة لهذا الفريق ونتائج هذا الفريق. فأعتقد النجف وجماهير النجف وكادر النجف وإدارة النجف يستحقون هذا الكارت الأبيض. بالفعل يعني يستحقون. قبل أن تعلقون خلينا نشوف رأي أيضا الكابتن عباس عطية حول مسألة الملاعب حتى ندخل في تفاصيل ما شاهدنا مع الضيوف ونطرح رأينا. لذلك مشاهدين الكرام تعالوا معي نشاهد عن ماذا تحدث الكابتن عباس عطية. أول أمر سلبي هي البنى التحتية، يعني أمر سلبي ملفت للنظر، فعلى الأندية خصوصا الأندية الجماهيرية عليها الاهتمام بهذا الجانب. يعني أندية على عراقة الأندية هاي ما تستحق هذه الملاعب، الملاعب لا تصلح للوحدات التدريبية لكرة القدم. فكيف تلعب مباريات؟ كيف تأسس لنظام خططي؟ النظام الخططي ينبني على أساس المناولة، زين هي مناولة ماكو. يبقى الغيرة والعزيمة والإصرار. شكرا لكل من تحدث وأدلى برأيه حول أمور متعددة حقيقة. وأني يعني دا أتحدث وصلتني رسالة من زميلي العزيز كريم درويش، حقيقة يحييكم وأني أشكر على رأيه. يعني يقول لي أول مرة منذ سنوات أشاهد برنامج ذو قيمة فنية كبيرة، شكرا جزيلا لك. يقول ممتن منك وبالتوفيق لبرنامجك الرائع الذي سيكون له شأن كبير بين البرامج المحلية والعربية. شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم، وأتمنى لك التوفيق في محطتك القادمة إن شاء الله. نجي على مسألة إضاعة الوقت. مسألة إضاعة الوقت يعني يضحك. نعم مسألة إضاعة الوقت اللي أشارك طبعا أكيد. يعني الغريب بالموضوع بأنه أنت بعدك بالأدوار الأولى، وبعض الفرق تعتمد على إضاعة الوقت من الدقائق الأولى. يعني هنا أنا أريد أوصل شنو الفكر الفني اللي حمل المدرب اللي يحاول يعني يوجه لاعبي باتجاه إضاعة الوقت. أكيد هنا راح تفقد المتعة وراح تفقد الناحية الفنية وراح تفقد بصراحة طعم الدوري راح ينفقد، بالإضافة أنت ما جاي تحترم بصراحة الجماهير اللي جاية اللي تستمتع بكرة القدم. هنا يجب أن تكون يعني بالعالم دكتور، يعني على سبيل المثال ريال مدريد عندما يلعب كرة دفاعية إدارة النادي تقيل المدرب وهو محصل على درع الدوري لأنه يلعب كرة دفاعية. انت عندما تتكلم اصبحت كره القدم يعني عامل التشويق بها هو الكره الهجوميه واللعب الهجومي والعقليه والذهنيه التكتيكيه العاليه اللي يملكها المدربين، لكن اذا فقدت هاي مقوماتها اذا انا اعتقد بانه على ادارات الانديه ان تستبعد مدربيها، وهاي تكون طبعا قبل ان تتعاقد الانديه مع مدربيها. وهي المساله ما ممكن بانه اداره تجي على مدرب وتعرف هذا مستوى هذا المدرب
يلعب كرة دفاعية وعلى مستوى سنوات ويحاول يضيع وقت وتجي التعاقد وياه في سبيل تبقى في الدوري. أنا أعتقد هنالك مشكلة، وهي مشكلة بصراحة راح تنعكس على هي حالة سلبية، حالة سلبية بشكل جدا تأثر على يعني روح المنافسة وجمالية اللعبة. أنا يعني أكمل وياك على موضوع الكارت الأصفر ويرتبط برأي الملاعب اللي حتحدث عنه الكابتن عباس. يقول يعني أولا وأخيرا النظام الخططي خلاص انتهى بهذه، يعني راح أضرب لك مثل سرعة إيقاع اللعب، مو فقط المناولة، مناولة وسرعتها على الأرض. يعني سرعة المناولة، أنت إذا تشوف مباريات اللي تصير على الملاعب التارتان بالبصرة، شوف سرعة الكرة ونقلها يعني، وقارنها بين المباراة اللي تصير على ملاعب الصناعة أو ملاعب حتى أرضيتها لا بأس بها، أو النفط أو الأمانة بغداد، هاي الملاعب أو حتى الجوية. يعني ملعب الشعب الآن عاطل يعني الخدمة ويتأخر يمكن. الحقيقة حتى المناولة هاي تأخذ وقت، تأخذ وقت، لأن الكرة تروح بطريقة مو فقط دقة المناولة، سرعة المناولة، إيقاع اللعب راح يكون بطيء، تتوقف بالإضافة إلى الإصابات، بالإضافة وحتى لمهارة اللاعب وأريحيته في الكرة، إبداعه، كل هاي. لكن بس يعني أعلق على شغلة ضاعت الوقت، يعني مثلا آخر الدقائق، آخر الدقائق أنت فايز 1-0، الفريق الخصم ممكن أن نسجل عليه ثاني وثالث، إحنا نلعب دوري مو مجموعات، ولا يعني ذهاب وإياب وراح ينتهي العالم ده، ويمكن نخسر حتى بهالطريقة من آخر وقت. لكن مدرب رأسا يتكلم مدرب مع مساعد مدرب أو مدرب الحراس، يعني قفز الحارس، نام الحارس، هاي بإشارة تبديل، قبل ما يصير التبديل احتك وقع اللاعب، سووا له ما أعرف شنو، يعني كلها حركات هاي شو توصل للاعب؟ شو توصل للاعب؟ أنت شو وصلت الفريق؟ لا تلعب كرة قدم، وقف خلص. بالتأكيد. ولذلك نشوف أجزاء، أنت وصلت الفكرة خلاص. ما تروح المنافس. إيه، وهاي متفق عليها وكل لاعبين يعرفوها. يعني كل هي ممكن إضاعة الوقت، ممكن. هذا حق مشروع. لكنه مو يعني بطريقة خلص تقتل روح المنافسة أصلاً. كل دقيقة ممكن لاعب أو لاعبين. إضاعة الوقت بالعالم، وأنت تعرف كل زين، وإحنا لعبنا على مستوى المنتخبات. احنا نسميه الفاول الايجابي، يعني عن طريق الاحتفاظ بالكره اللاعب يعرف بطريقه ما بانه عندما يحتك يوقع هنا يحصل له على فاول ايجابي، لكن ما يبقى له دقيقه ويشيلوه بالسديه ويطلعوه برا وياخر وقت لو حارس مرمى ينام له دقيقتين ثلاثه وتعال عالجك السيده توجع ورج. ها طبعا اكيد راح ياثر على مجرى المباراه. طيب مسألة الكارت الأبيض للناحية الإيجابية حقيقة اللي ظهر عليها أو المستوى الفني اللي ظهر عليه فريق النجف تحسب لإدارته ولمدربه وللاعبي وحتى إلى جمهوره، فكان محق يمكن كابتن نوري عبد الكريم. أكيد يعني فعلا يعني التفاته صح، يعني لأن النجف شوف صارت عندهم يعني نفط الوسط من أخذ الدوري شوية صارت هزة. نعم حفزة. إيه مو فقط يعني تحفيز، حتى يعني الحقيقة هو النجف يعني فقد شيء، رغم أنه أبناء النجف اثنين أفضل وسط كإدارة وكمدربين، لكن مو يعني هوية النجف ونادي النجف ككرة قدم. ما احترامنا لنفط الوسط طبعا، ما احترامنا لنفط الوسط. أكيد أكيد. أنا أعتقد مو بس إدارته وإنما المدرب. المدرب نعم. لمسات واضحة. كابتن علي وهاب. أنا بتقديري يعني بتقديري أنا بتقديري ما بالرغم إنه الفريق ظهر بشكل جيد، لكن أكو عناصر أخرى، والحقيقة يعني استمرار النجف بالقمة شيء أشوفه صعب جدا. يعني ممكن أتمنى. في الأدوار القادمة يعني ما ممكن. الآن طيب هو في القمة. طيب أيه. قبل أن يعني نختم باقينا يمكن دقيقة ونص دقيقتين نقرأ التوصيات للجنة الانضباط. قررت الآتي: توجيه انذار نهائي لجماهير الشرطة والميناء والجوية. سابقا كانت حرمان أعتقد، حرمان حمادي أحمد لاعب الجوية مباراة واحدة، كانت أربع مباريات. حرمان علي حصني لاعب الميناء وإيقافه مباراتين. حرمان كرار صالح لاعب النجف مباراتين. إيقاف محمد عبد الزهرة مدرب حراس مرمى النجف مباراتين. حرمان وإيقاف مثنى لطيف مشرف فريق الصناعة مباراتين. هذه يعني توصيات لجنة الانضباط. قبل الختام كلمة، وأيضا أحب يعني أن أنوه لمتابعي ومشاهدي برنامج مدى ستوديوم أنه الأسبوع القادم حلقتنا أيضا سنختار فيها التشكيلة الأفضل، سنختار فيها أفضل لاعب شاب، أفضل محترف، أفضل يعني مدرب.
وأفضل فريق تطبيقا فنيا وإداريا وأفضل جمهور. أتمنى أنه أيضا مواقع التواصل الاجتماعي تشاركنا في هذا الاختيار حتى نكون يعني مع بعض حلقة متواصلة. كلمة ختام كابتن. طبعا احنا نتمنى بصراحة بكل الأحوال يعني يكون هناك انضباط حقيقي، يعني لما تكون هناك عقوبة والاتحاد يطلع بتصريح يجب أن يلتزم بالتصريح. احنا ما يومية بصراحة عاقب فلان وشيل العقوبة من عنده وما تطبق على أرض الواقع. من أمن العقاب أساء الأدب. بعض الجماهير أساءت الأدب على الاتحاد كرة القدم، وهاي أنا مو ضد الجماهير، أنا مع الجماهير لمصلحة الجماهير لمصلحة الكرة العراقية. التجاوزات أصبحت يعني خطيرة وكثيرة، ولذلك هي راح تنعكس على أيضا مستوى الإثارة وراح تخلق مشاكل، بالأخير نفقد متعة الدوري. علينا أن نكون صارمين باتخاذ العقوبات إزاء الأشخاص اللي يسيئون، وعلى إدارات الأندية أن تكون شديدة في تعاملها مع هؤلاء الأشخاص. كابتن رافد، نتمنى أنه هذا التوقف منح يعني فرصة للجماهير أو أنه الشد ينتهي، هذا الشد اللي مبالغ به. الدوري ببدايته الفريق اللي يخسر ممكن يعوض، إضافة إلى هذا أنه فرصة للمدربين أن يفكرون فقط بالجانب الفني وتطويره المستوى الفردي والجماعي، هذا عملهم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكل ما طرحته من آراء، شكرا لكل من تابعنا وشاهدنا. في الختام أقول أن قضاة الملاعب جزء أساس من نجاح اللعبة، لذلك أتمنى أنه يوم غد نصل إلى حل ينهي هذه الأزمة. أشكركم مرة ثانية، تحياتي أنا معد ومقدم البرنامج موفق عبد الوهاب، تحيات فريق عمل برنامج المدى ستوديوم والمخرج فراس أحمد. ملتقاي وإياكم يوم الغد نفس المكان نفس الزمان.